انا بحب استخدام الماجنتس في التكنولوجيا جدا، بتخلي الحياه اجمل. لو موافقني عرفني في الكومنتات. المهم ان احنا في الفيديو ده هنرجع كيبورد سامونر من اكس بي جي اللي سعرها 1950 جنيه مصري او 130 دولار امريكي للسعر العالمي. فالكيبورد من فئه الهاي اند، يعني المفروض تكون جامده جدا. ده اللي هنشوفه خلال المراجعه ان شاء الله. بس قبل ما نبدا عايز افكركم بدعم القناه، لايك للفيديو وسبسكرايب عشان تدعمنا وتتابع كل جديد بنقدمه. سامونر بيستخدم في الالعاب كتير جدا، بالاخص في العاب الار بي جي ولعبه الموبا الشهيره ليج اوف ليجندز. فهو اسم مالوف قوي ومستخدم بشكل دوري في مجتمعات اللاعبين المختلفه. الكيبورد بالطبع ميكانيكال، وده متوقع من كيبورد في الفئه السعريه دي، ولكن السويتشات من تشيري ام اكس مش من شركات صينيه بتقلد تشيري. فتوقع الاداء المحترم اللي متعودين عليه في الكيبوردات الهاي اند. بس تعالوا قبل ما نخش في اي تفاصيل تقنيه نبص على الكيبورد من بره ونشوف شكلها عامل ازاي. اللاي اوت بتاع الكيبورد هو الديفولت لاي اوت، وده كويس قوي للالعاب، لان في كيبوردات تانية اللي اوت بتاعها بيكون مختلف، حجم الزراير بيختلف، وبتلاقي زوايا في الكيبورد، ودي كيبوردات مخصصة للكتابة مش للجيمنج، بتلاقي كيبورد مكعبرة كده. فالطبيعي في أي كيبورد جيمنج إنها تكون ديفولت لاي اوت. الشاسيه بتاعها من الألومنيوم، لونه رمادي مطفي وخالي من أي باترنز عليه، يعني الشاسيه سادة، وبالمناسبة مش بيعكس الضوء، فلما تبص على الكيبورد الإضاءة بتاعت الكيبورد نفسها مش هتضايقك في عينك. لوجو اكس بي جي بارز على الشاسيه في الجزء الفاضي اللي فوق الأسهم باللون الفضي، وبيلمع وليه باترن من خطوط بارزة، ممكن تحس بيها لو لمست اللوجو بصباعك. شكلها جميل جدا، واضح على شكل الكيبورد انها غاليه، بالاخص الجزء اللي فوق على اليمين الخاص بالمالتي ميديا والستيتوس لايت. في بكره التحكم في مستوى الصوت مع زرار بيعمل ميوت جنبها، وبالنسبه لازرار توقيف الموسيقى وتشغيلها وغيره موجوده في زراير اف 10 لحد اف 12. فمع زرار اف ان مع اف 10 بتقدر توقف الموسيقى او تشغلها، واف 11 و12 عشان تشغل التراك اللي شغال. التحكم في اضاءه الكيبورد ياخد منك شويه وقت عشان تفهمه، حوالي 3 دقايق ونص كده. بس قبل ما اشرح لكم نظام الار جي بي لازم اقول لكم الاول عن الجيمنج مود اللي في الكيبورد. فيها جيمنج مود بتقدر تفتحه وتقفله عن طريق زرار اف ان مع اف 6، وليه مؤشر ضوئي في الكيبورد، لو منور يبقى الجيمنج مود شغال، لو مش منور يبقى الجيمنج مود مش شغال. كل اللي الجيمنج مود بيعمله ان هو بيقفل زرار الويندوز عشان ما تدوس عليه بالغلط وانت بتلعب، ولكن بيعمل حاجه ثانيه في اضاءه الكيبورد ان هو بيغيرها. فمود الاضاءه اللي انت مظبطه للجيمنج مود هيشتغل مع الجيمنج مود بس، واللي مظبطه للاستخدام العادي هيشتغل والجيمنج مود مقفول. فوانت بتظبط اضاءه الكيبورد حاول تركز انت بتظبطها جوه الجيمنج مود ولا بره. الوان الاضاءه بتتغير مع زرار اف ان مع اف 1 لحد اف 5 بالوان مختلفه زي ازرق، سماوي، احمر، واخضر، واصفر. بعدين في كذا مود اضاءه مختلف تقدر تبدل ما بينهم عن طريق زرار اف ان مع سهم يمين وشمال، زي مثلا مود ستاتيك اللي بيكون اضاءه ثابته، او مود بريث اللي الاضاءه فيه بتطفي وبتنور، او مود متفاعل مع الازرار اللي بتدوس عليها، فالزرار اللي بتدوس عليه بينور شويه وبعد كده بيطفي تاني. وفي مود تاني برده متفاعل لكن بيطلع موجه من الزرار اللي بتدوس عليه بتنور الكيبورد كلها بتاثير موجي. المواد دي كلها بتشتغل مع اللون اللي انت اخترته في البدايه، انما المواد اللي جايه مش بيفرق معاها اللون، زي مود كلر سايكل اللي بيبدل الوان الكيبورد كلها، ومود ويف اللي بيعمل تاثير موجي على الكيبورد كلها بكل الوانها مختلفه، وده المود المفضل بالنسبه لي. وبعدين في مود جيمنج بينور زراير معينه بس، زي ال WASD والكيو والاي وتاب وشويه ارقام كده، وزرار كنترول وزرار الت. الصراحه ما عجبنيش، لكن هو موجود لو حد حابب يستخدمه. وزرار اف ان مع سهم فوق وسهم تحت بيقلل شده الاضاءه او يزودها، وبتظبط الاضاءه اللي انت عايزها في المود العادي وفي الجيمنج مود لما تبدل ما بينهم. الموضوع مش اسهل حاجه، ولكن مش هياخد منك اكتر من 3 دقايق ونص عشان تتعلمه وتجربه. ولكن اللي مش هياخد منك 3 دقايق ونص على بعضهم هو تغيير الزراير، لان الكيبورد جاي معاها مفتاح بيخلي تغيير الزراير عمليه سهله جدا. وكمان جايبين معاها شويه زراير لونها احمر شكلهم جميل جدا لزراير WASD والاسهم. الكابل اللي خارج من الكيبورد قوي قوي وتخين وصعب تحركه، فالكيبورد معموله لسيت اب ثابته ما بتتغيرش. هو خارج من الجزء اليمين من الكيبورد، فاعمل حسابك ان الكيبل مانجمنت بتاعك يكون ناحيه اليمين. والكيبورد فيها بورت USB 2، ودي حاجه جميله عشان توصل فيها الماوس، ويبقى الكابل بتاع الماوس كله فوق المكتب عشان ما يضايقكش في الحركه وانت بتلعب. بالنسبه بقى للماكروز فهي معقده شويه، هتاخد منك حوالي 3 دقايق ونص كمان عشان تفهمها. فاكر في الار جي بي لما كنا بنغير اللون الرئيسي بزرار اف ان مع اف 1 لحد اف 5؟ دول بقى يا سيدي مش الوان بس، لا دي كمان بروفايلات ماكروز. الموضوع ملخبط فركز معايا كده. يعني انت لما تبقى عايز تعمل ماكرو كي معين في البروفايل الاول ما يشتغلش غير لما تكون على البروفايل الاول، وهكذا بالنسبه لباقي البروفايلات الثانيه. ودي حاجه جميله ان كل بروفايل يكون مربوط باللون
وبماكروس في نفس الوقت عشان تربط كل مجموعة ماكروس بنستخدمها بلون معين. يعني الماكرو بتاع لعبة كذا في اللون الأخضر واللعبة التانية الماكروس بتاعتها في اللون الأصفر. الماكروس بقى عشان تسجلها الأول بتختار البروفايل اللي عايز تسجل عليه، بعدين بتدوس FN مع Alt وتبدأ تسجل الماكرو بتاعك في حدود 40 زرار أو 20 ثانية بحد أقصى. بعدين هتدوس على زر FN زي Alt تاني عشان تسجل الماكروس. ساعتها هتلاقي زرار الجيمنج مود بينور بسرعة، دي معناها إن الماكرو اتسجل وناقص بس اختار هيكون في أنهي زرار. بعدين بتدوس على الزرار اللي عايز يبقى الماكرو عليه عشان يشتغل. لو انت بتستخدم ماكروز هتجرب كذا مره لحد ما تتعود على الموضوع ده، ولكن عيب النظام ده انه مش بيبقى كاتب لك الماكروز بتاعتك ايه بالظبط وبين كل زرار والتاني كام ملي ثانيه، ومعظم اللي بيستخدموا الماكروز بيستخدموه عشان يعملوا كومبهات بيبقى صعب تعملها لانها بتتطلب الدوس على زراير معينه في اوقات معينه. فلازم لو هتعمل ماكرو معين يبقى الاول بتعرف تعمله صح عشان يسجل على الكيبورد. انما لو مش بتستخدم ماكروز خالص فما تشغلش نفسك بالكلام ده، وتعالى بقى نتكلم شويه عن الجزء المهم وهو اداء الكيبورد وراحتها في الاستخدام عشان لو بتلعب 97 ساعه في اليوم. الكيبورد بتيجي بسويتش من الثلاثه بلو ريد او سيلفر. البلو ده اشهر حاجه واكتر حاجه مزعجه. عارف صاحبك اللي بتلعب معاه على ديسكورد اللي كل ما يدخل يلعب معاك وتقعدوا تسمعوا تكتكه ورزع على الكيبورد وبتتضايق من صوت الكيبورد فبتقول لاصحابك انك لازم تقوم عشان اي حجه لمجرد انك صدعت من صوت الكيبورد بتاعه؟ هي دي البلو. فخليك جيمر محترم وهات ريد او سيلفر مراعاه لقدام صحابك اللي بتلعب معاهم اونلاين. انما لو بتلعب لوحدك هات طبعا البلو، احساسها حلو جدا وممتع وصوتها كمان جميل قوي، لكن بيبقى صوتها حلو ليك انت بس مش للناس اللي حواليك خالص. شايف الشرطات دي؟ دي شرطات بتقول لك القوه اللي محتاج تدوس بيها على الزرار بالنيوتن والمسافه اللي الزرار بيتحركها بالجزء من المليمتر. بس انت مش محتاج تفهم الكلام ده بالظبط لانك مش هتقعد تحسب القوه اللي في صباعك كام نيوتن وانت بتدوس على الزرار. انا هقول لك الملخص المفيد دلوقتي. البلو سويتشز بتحتاج دوسه قويه نسبيا مقارنه بالريد والسيلفر، بعدها بتعمل صوت وبتعمل اشاره الدوسه بعد ما تدوس على الزرار لمسافه 2.2 مليمتر. انما السويتش الاحمر بتدوس عليه دوسه اخف من الازرق ولكن مش بيعمل صوت خالص وبيستقبل اشاره لما تدوس على الزرار مسافه 1.9 مليمتر. السويتش السيلفر بيحتاج نفس القوه بتاعه الريد بالظبط ولكن الاشاره بتتبعت لما تدوس عليه 1.2 مليمتر، يعني ممكن تلمس الزرار بالغلط تلاقيه داس عليه. في ناس بتستخدم السيلفر ولكن معظم المحترفين والبروز بيستخدموا الريد لان فعلا السيلفر انت بسهوله ممكن تدوس على زرار بالغلط. انا عن نفسي برشح الريد وبشده. لو بتحب الدوسه الصغيره قوي استخدم السيلفر، بس لو انت مش متعود عليه من قبل كده مرشحوش ليك خالص. انما البلو بقى لو بتلعب اونلاين بلاش عشان الناس ما تكرهكش، انما لو ما بتلعبش اونلاين هو ممتع جدا في الاستخدام. الكيبورد معاها مسند ايد بيركب على الكيبورد بمغناطيس وتركيبه ممتع جدا وهو مريح وشكله لطيف ولكن مش احسن حاجه. الفريم البلاستيك اللي حوالين المسند نفسه شكله مش عاجبني، ولكن دي حاجه مختلفه من شخص للتاني فممكن يبقى شكله عاجبك، ولكن من ناحيه عملي فهو عملي قوي على عكس تظبيط الماكروز اللي يعتبر عمليه معقده شويه. فهي كيبورد مش رخيصه خالص وبتنافس في الفئه العاليه. هي منافس قوي واختيار كويس ككيبورد، هي ممتازه ولكن ناقصها دعم السوفت وير عشان مثلا تظبيط الماكروز على سوفت وير بيكون افضل بكتير قوي بحيث تبقى قادر تسجل حاجات معقده اكتر وبتفاصيل ادق، وكمان تظبيط الاضاءه بيكون اوضح. انما في كيبورد اكس بي جي سامونر تظبيط كل الكلام ده من الكيبورد نفسها فمفيش سوفت وير. فشاركنا بقى في التعليقات برايك في الكيبورد، لايك للفيديو لو عجبك، سبسكرايب للقناه عشان تتابعنا على طول، ولحد الفيديو اللي جاي سلام.